منتدب بخصوص إصدار مقرر الجامعي الفمولي بخصوص توحيد لون صباغات البنايات بجامعة فمولي، حيث وافق المجلس الجامعي الفمولي بإجماع أعضاء المجلس الحاضرين على اتخاذ لون البيج كلون موحد لصباغة بنايات بجامعة فمولي. أما بالنسبة للنقطة الثانية عشر متعلقة مصادقة والتصويت على مشروع ميزانية السنة المالية 2024، صادق المجلس الجامعي لفمولي بالأغلبية المطلقة أعضاء المجلس الحاضرين على مشروع ميزانية السنة المالية 2024. بالنسبة للنقطة الثالثة عشر متعلقة بالمصادقة على برنامج عمل جامعة برسم سنة 2022-2027، قرر المجلس الجيل اتخاذ مقرر بخصوص هذه النقطة من أجل تعميق التشاور والتتبع وعقد دورة استثنائية بداية شهر نوفمبر المقبل للمصادقة. أما بالنسبة للنقطة الرابعة عشر المتعلقة، وافق المجلس الجامعي لفمودي بإجماع أعضاء المجلس الحاضرين على تعديل المادة السابعة من اتفاقية الشراكة المتعلقة بتدبير النقل المدرسي بين جامعة فمودي واتحادية جمعية النقل المدرسي لفمودي. أما بالنسبة للنقطة الخامسة عشر متعلقة بالتداول والموافقة على اتفاقية الشراكة من أجل إنجاز وتثبيت أنظمة المراقبة بالكاميرا للفضاءات العمومية بجامعة فمودي، حيث صادق المجلس الجامعي لفمودي بإجماع أعضاء المجلس الحاضرين على اتفاقية شراكة من أجل إنجاز وتثبيت أنظمة المراقبة بالكاميرا للفضاءات العمومية بجامعة فمودي. وشكرا. شكرا السيد. إذا نمشي مباشرة للنقطة الأولى، المصادقة والتصويت على برنامج عمل جامعة فمودي. كما شرحت أنا والتسجيل ديالها، كان نقاش على منظومة التدبر الفيديو، يعني بعد استشارة مصالح الولاية، تقول بأنه أن برنامج العمل أنه يتساق عليه عاد ممكن أن يدير منظومة التدبر. إذا نمشي مباشرة للجان عبر المقطع على اللجان، وكان اجتماع موحد ديال الثلاثة باللجان واحد الإخوان أنه التقرير هو واحد اللي كاين. السي وليد وصلوا قرا التقرير، يعني نكتفيو بتقرير واحد، لأن كل كانوا الجمعيات كلهم في نفس التقرير. اللجان. شكرا سيد الرئيس. السلام عليكم. عقدت لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة والتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية ولجنة المرافق العمومية والخدمات الاجتماعية يوم 2/2 ونصف هذا الزواج مقام الجامعة الترابية مدير دفتر الرئاسة السيد وليد عسو رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، والسيدة سانا ميشيل رئيسة لجنة التنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية، والسيد علي بن عسو رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات، وبحضور السادة والسيدات عبد العزيز نويشا عضو لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، كما السائل عضو اللجنة حسن علوي نائب رئيس رئيسة لجنة التنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية، سليمان بن عدو عضو اللجنة، مينا المسكيني عضوة اللجنة، علي مرفوع نائب رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات، محمد إبران عضو اللجنة، رشيد الساخي عضو اللجنة، عبد القادر التزاري عضو اللجنة، وحضارة عن المصالح الجماعية وبصفات استشارية السادة والسيدة، محمد عيبون مدير المصالح زبيدة قراوي عن كتابة المجلس. شرعت اللجان الثلاث الدائمة للمجلس في مناقشة النقطة الأولى المتعلقة بالمصادقة والتصويت على برنامج عمل جامعة فمودي 2022-2027، وبعد المناقشة المصادقة مشاريع برنامج عمل جامعة فمودي اقترحت السادة أعضاء اللجان إضافة بعض المشاريع إلى هذا البرنامج والتي شملت قطاعات مختلفة، منها قطاع الدراسات التقنية، قطاع المصالح والشرب، قطاع الطرق والمزارع، قطاع الكهرباء والإنترنت.
وبعد دراسة هذه النقاط أعلن السيدة المذيعة عن عملية الصويت عن برنامج عمل جماعة المذيع 2022، حيث أصبحت هذه العملية عن موافقة لجودالة للمجلس بإجماع أعضائها وجاءت مقترحات المتعلقة بالمشاريع. نوع البقعة على الشباب في الماضي.